السلاح اللي قدام عينك ده واللي بيتحط عليه حاليا من أعتى مجرمي الكوكب ده يبقى قطاع طول غزة. المنطقة جغرافيا 41 كيلو متر، وعرض بيتراوح ما بين 15 كيلو متر تحت في الجنوب، وعرض 6 كيلو متر أحيانا، وبيوصل لحد 10 كيلو متر في العرض فوق في ده الشمال. بقى الشكل اللي احنا نعرفه النهاردة، واللي الدبح شغال في سكانه من المدنيين داخل في شهره الثالث. القطاع اللي قدام حضرتك ده من جوه فيه 5 محافظات، من الجنوب وانت طالع كده هتلاقي محافظة رفح اللي فيها مدينة رفح، واللي فيها معبرين، معبر رفح مع مصر ومعبر تاني اسمه كرم ابو سالم، وده مشترك مع الاراضي المحتلة وقطاع غزة ومصر. اما المحافظة اللي فوقيها دي فدي محافظة خان يونس واللي فيها مدينة خان يونس اللي سجلت بطولات كبيرة الاسبوع اللي فات مع عدد كبير للأسف من الشهداء والمصابين. اما اللي في النص كده فمن اسمها، اسمها محافظة الوسطى او محافظة دير البلح، نسبة الى مدينة دير البلح اللي بتتوسط، واللي فوقهم دي بقى تبقى محافظة غزة اللي فيها مدينة غزة، واللي تعتبر المحافظة الاهم سياسيا في ادارة القطاع كله. اما فوق خالص فدي محافظة الشمال او شمال غزة، واللي فيها معبر بيت حانون او ايرز زي ما بيسموه الصهاينة من ناحية الاحتلال. فخلونا بقى نعرف الحكاية والقصة كلها ونفصصها كده من قبل حبتين ثلاثة، ونعرف الموضوع كله شغال ازاي. فيلا بينا. طب يلا بينا. طبعا من بداية الحرب سمعنا أسماء مدن كتير شهدت مجازر، وما سمعناش ذكرها في الخريطة اللي قدمناها لكم في البداية، وده لأن قطاع غزة رغم مساحته المحدودة إلا أنه زي ما قلنا قبل كده عدى 2 مليون وداخل في عداد 3 مليون بني آدم، وفي هذا المستطيل قرى ومدن ومخيمات كتير جدا علشان تستوعب هذا القدر من البشر في هذه المساحة الضيقة اللي انت شايف. وأنا بقرأ عن الموضوع لقيت الجهاز المركزي للإحصاء التابع للسلطة الفلسطينية كان عامل كتاب عن محافظات غزة سنة 2014، هحطه لكم في المصادر تحت. ومع ان الاحصاءات من 10 سنين فاتوا الا انها ممكن تقرب الصورة جغرافيا اكتر، لان قطاع غزة تاريخيا اكبر من اللي انت شايفه ده بكتير. ودي كانت الخريطة بتاعته من ايام الاحتلال البريطاني سنة 1920 لحد النكبة سنة 1948، واصل قدام عينك اهو لحد حدود الضفة الغربية من هناك من الناحية الشرقية، والشكل ده زي ما قلت لك قبل التقسيم والاحتلال الصهيوني. ومع النكبة سنة 1948 تحول من 1111 كيلو متر مربع الى 360 كيلو متر مربع الموجودين دلوقتي، وحتى المناطق اللي اتخذت منه فضلت شايله اسمه زي غلاف غزه ومستوطنات غلاف غزه اللي بناها الاحتلال علشان يثبت اقدامه في هذا المكان. الفلسطينيين اللي نزحوا من المجازر في اراضيهم المحتله سنه 1948 الى قطاع غزه سجلتهم الامم المتحده وقتها 200 الف فلسطيني، مع ان الواقع بيقول ان هم كانوا اضعاف كده، وده سبب انك تسمع كلمة مخيمات في قطاع غزة زي مخيم جباليا ومخيم النصيرات وغيره. وكلمة مخيم بتطلق على الاماكن اللي راحها اللاجئين بعد امتلاء المدن الموجودة بالفعل وعدم كفايتها، فبيروح لاماكن جديدة وبيخيم هناك. وخيم مش معناها ان هو نصب خيمة يعني، لا، دي بتكون بيوت عادية مبنية مع الوقت وبتتباع وبتتسكن وكده. ومن 1948 فضل الصهاينة مسيطرين على غلاف غزة اللي موجود بره التحديد اللي قدام عينك ده، واصبح قطاع غزه اللي جوه التحديد تابع اداريا للحكم الملكي في مصر مع الملك فاروق باتفاقيه الهدنه اللي توقعت بين مصر وبين الكيان الصهيوني سنه 1949. وفضلت غزه كمان بعد انقلاب يوليو مع عبد الناصر وتعين عليها الفريق يوسف العجرودي حاكم اداري مصري على القطاع، وفضل العجرودي موجود فيها لحد سنه 1956 لما عبد الناصر امم قناه السويس. فجوم الصهاينة مع فرنسا وبريطانيا في العدوان الثلاثي واخدوا غزة في الطريق وهم رايحين الى قناة السويس عبر سيناء، وعينوا عليها واحد اسمه ماتي بيلد لحد ما انسحبوا تاني بعدها بسنة، ورجع تاني الفريق العجرودي حاكم على القطاع سنة 1957 لحد ما عبد الناصر عين مكانه اللواء عبد المنعم حسني سنة 1966. ولما حصلت النكسة بعدها بسنة سنة 1967 ودخل الصهاينة برضو الغزة واخدوها وهم في طريقهم لسيناء، اثروا اللواء عبد المنعم
حسني وأجبروه هنا في الصورة دي إنه يوقع على وثيقة تسليم غزة إلى قوات الاحتلال، وحكمها من بعده الصهيوني يتسحاق سغف لحد 1970، ومن بعده موشي ديان، وقعدت غزة تحت الحكم الصهيوني لمدة 26 سنة. 26 سنة دول يا مؤمن داق فيهم الاحتلال الأمرين من المقاومة اللي ما بطلتش طحن فيهم شوية شمالا وحبة جنوبا، ده غير شرقا وغربا طبعا. وعاوزك تركز معايا بقى في الإجرام اللي عملوه الصهاينة من السبعينات كده وانت طالع في أهل القطاع، عشان ده ممكن يجاوب على بعض أسئلة صهاينة العرب الحالي اللي بيقولوا هو انتوا ليه بتقاوموا، ما تعيشوا مذلولين وخلاص. بص انت ذليل وعديم الكرامة مقابل لقمة بتترمي لك كده أول كل شهر بكل إهانة من سيدك صاحب سمو البتنجان، اوكي براحتك، لكن في ناس عندها كرامة شايفينها حاجة كده زي الودان والمناخير والبق ما يعرفوش يعيشوا من غيرها، فحاول انت تتقبل ان ذلك هو اللي مش قادر يتقبل ان في حد قدامه عزيز وراسه مرفوع، فانت مش قادر تتقبل فكرة ان في حد بيذل اللي بيذل سموه اللي هو بيذل، فانت بقى محروق لان هم بيذلوا كل الباكج ده. وصلتك الفكرة؟ ونرجع بقى لإجرام الصهاينة من تاني. انت احتليت اراضيهم، هجرت الفلسطينيين اللي من بره القطاع، دخلتهم وحبستهم جوه هذا القطاع، وزدت فقر ومعاناة الجميع بحشرهم في هذا المكان، وكابس كمان على انفسهم وبتحكمهم بقوة السلاح، ومش مكفيك كل الاراضي اللي خدتها بره القطاع فجاي كمان جوه هذا القطاع وبتعمل لهم فيه مستوطنات، يا بجاحة اهلك يا اخي. عمل حضرتك في الفترة دي في القطاع في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب فلل وبيوت بتصميمات اوروبية فاخرة وسط الفقر والبطالة والتكدس اللي غزة غرقت فيه، وكل ده برضو زي ما قلت لك المقاومة مش مبطلة شغالة فيهم شوية شمال وشوية يمين وحبة فوق وحبة تحت، وذلك رغم القبضة الأمنية الفولاذية وحتى قيام الانتفاضة الأولى سنة 1987. وهنا يقرر الشيخ أحمد ياسين في نفس السنة 1987 الاتفاق مع قادة العمل الإسلامي الإخوان المسلمين في غزة، معلش هي الكلمة بتعصب البعض بس ده تاريخ ولازم يتحكي زي ما هو، وقرروا إنشاء حركة مقاومة إسلامية اللي اختصرها حماس، بس خد بالك من حاجتين. أولا إعلان المقاومة سنة 1987 لا يعني أبدا إن هي ما كانتش موجودة من قبل كده، هم بس كانوا بينظموا الصفوف وبعد كده اعلنوها ككيان. وثانيا اعلان حماس لا ينفي ابدا وجود حركات مقاومة غيرها برضو في غزة كان ليها تأثير وخرجت اسماء وابطال كبار. انا بس بذكر لك حماس بالتحديد لتقلها السياسي والعسكري واللي هيغير كتير في الاحداث اللي جاية، بعد ما اعلنت عن الجناح العسكري ليها كتائب القسام سنة 1991. فيجي بقى ياسر عرفات ويعمل مع الصهاينة اتفاقية اسلو في 13 سبتمبر سنة 1993، وتخرج غزة يا مؤمن بالاتفاقية دي من تحت سلطة الاحتلال إلى تحت السلطة الفلسطينية، ولكن ما زالت المستوطنات جوه غزة زي ما هي ولسه ليها مراكز حراسة من جيش الاحتلال، فهو بتقوم الانتفاضة التانية في أواخر سنة 2000 ويموت ياسر عرفات سنة 2004 والانتفاضة لسه مستمرة، ومع انتهاء الانتفاضة الفلسطينية التانية سنة 2005 كان انطرد آخر جندي من قطاع غزة واتقفلت كل المغتصبات، وأصبح قطاع غزة أول أرض فلسطينية يتم تحريرها بالكامل. ما تفكرش الكلام ده بالساهل زي ما بقوله لك كده، ده قرار الانسحاب ده أو فك الارتباط زي ما سموه الصهاينة وقتها، اللي أخذ القرار ده ومضى عليه كان أرييل شارون من أكابر مجرمي الحرب في العصر الحديث. يعني اعلم إنه اندفع فيه من خيرة الشباب لحد الأرض ما شبع الدم، وأجبرت المجرم ده على الانسحاب واتحط عليه ساعتها برضو من الصهاينة. المهم بقى انه مع الانسحاب وموت عرفات بقت الساحة السياسية في قطاع غزة فاضية، والقوة الاكبر سياسيا وعسكريا على الارض هي حماس، وبمجرد ما قطاع غزة قال ينتخبات سنة 2006 قشت حركة المقاومة الاسلامية طبعا، ودخلنا ساعتها فيما يسمى بالانقسام الفلسطيني ما بين حركة فتح اللي في رام الله في الضفة الغربية وما بين حركة حماس اللي في غزة. ولا
لكن في الآخر سيطرت حماس في يونيو سنة 2007 وأصبحت حكومة برئاسة إسماعيل هنية. وهنا يروح الكيان الصهيوني يعلن في سبتمبر بعدها بثلاث شهور من نفس السنة 2007 قطاع غزة كيان معادي، وبدأ يا مؤمن العقاب الجماعي الصهيوني لقطاع غزة بأكمله. لا جوا عندهم مطار بعد ما الصهاينة دمروا مطار غزة الدولي سنة 2001 في الانتفاضة، ورجعوا تاني كملوا عليه سنة 2006 مع بداية حكم حماس للقطاع، ولا عند الغزاويين بحرا إلا مراكب الصيد الصغيرة اللي بتطلع تسترزق من المية القريبة على شواطئ القطاع. وحتى أرضا كان في ست معابر اتقفلت كلها مع العقاب الجماعي، ومفضلش منهم غير اتنين، بيت حانون أو إيرز اللي هو في الشمال ده مع الصهاينة، ومعبر رفح في الجنوب مع مصر، والاتنين كمان دلوقتي مقفولين من 7 أكتوبر اللي فات. المهم إن من 2007 دي بقى لحد 2023 النهاردة أنت مش متخيل الناس دي عايشة إزاي جوه المستطيل ده. بطالة وفقر وقلة كهرباء وبنزين، قلة مواد غذائية ونقص في العلاج، وقلة أدب على المعابر للي داخل واللي طالع، وكل حبتين تلاتة تطلع طيارات الصهاينة تدك في مكان ولا التاني بحجج مختلفة ومتخلفة، والنتيجة بتكون شهداء وجرحى وبيوت بتتخرب، وكأن مش كفاية عليهم الهم اللي هم فيه. ودي تبقى بس صورة من صور العمليات الفردية اللي بتبقى مرة هنا ومرة هنا، إنما كان فيها الفترة دي حروب كبيرة زي الرصاص المصبوب اللي كانت سنة 2008، واللي كان هدفها القضاء على حركة حماس، واللي ردت عليها حماس بمعركة الفرقان، واللي ترمى فيها على غزة 1000 طن من المتفجرات، وانتهت برضو في الآخر من غير ما تحقق أهدافها. وفي 2012 حرب سموها الصهاينة عمود السحاب، وردت عليهم ساعتها حماس وفصائل المقاومة بمعركة حجارة السجيل لو فاكرين. وفي 2014 معركة الجرف الصامد، واللي كان هدفها القضاء على شبكة الأنفاق في القطاع، وردت حماس ساعتها بالعصف المأكول، وانتهت الحرب برضو بدون تحقيق أي أهداف ليها. وفي 2019 معركة صيحة الفجر اللي كانت مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وفي 2021 أطلقت حماس معركة سيف القدس ردا على اقتحام الأقصى وأحداث الشيخ جراح الشهير، ورد الصهاينة عليهم بحارس الأسوار وبرضو ما عملوش حاجة، وكان آخرهم السنة اللي فاتت في 2022 لما الصهاينة اغتالوا قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس. الصهاينة ساعتها سموا العملية الفجر الصادق، وردت عليهم سرايا القدس بوحدة الساحات، هم وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح. أرقام الشهداء من الجانب الفلسطيني في الحروب دي كان 4240، والجانب الفلسطيني بيعلن أرقامه على الملأ زي ما بتشوف وبتسمع عادي جدا، أما الصهاينة فبيشعروا بإهانة كبيرة قوي مع كل الهدم والتخريب ده ومنع المستلزمات عن القطاع، إلا أنه قادر يرد ويوجع رغم انعدام الإمكانيات، فكل اللي يقدر عليه يعتم ويقفل ويلغوش ويوديك في حتة تانية. ما هي آلاف الصواريخ اللي طارت من غزة إلى الأراضي المحتلة ووجعت قوي، وشفناها كلنا من موبايلات الصهاينة، وما زالت موجودة على السوشيال ميديا لحد النهاردة. جيش الصهاينة موجوع قدام عينك اهو، بيطلب من المستشفيات بتاعته ما تقولش أرقام القتل عنه. الخبر ده من يومين، يوم الثلاث اللي فات، بقولهولكم بس عشان صهاينة العرب اللي شغلين دماغهم بالملثم مين هو وعايش فين وبيلبس ايه، يعني بغرض الاغتيال المعنوي وكده، ويقولك اصل قيادات المقاومة سايبين اهل غزة بيموتوا وقاعدين ما بين الفنادق والانفاق، والمقاومة بلاستيك وملهاش اي تأثير على الارض، وده منظره وهو بيكتب الكلام ده وسايب كرشه يرج كده زي الجيلي وساند عليه الموبايل وعمال ينظر لقطاع غزة. فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الصهاينة قتلوا 20 من جنودهم بالخطأ بس الاسبوع 16 ده، 16 منهم كانوا مستخبيين في بيت، وبلغوا ان في البيت المقابل ليهم حد من المقاومة بيستهدفهم، وطلبوا دعم جوي، فجات الاباتشي ورمت عليهم هم صاروخ بالغلط وشاوتهم وعملتهم شاورما، ولولا التحقيق العلني اللي اتعمل منهم فيهم ما كنا سمعنا اصلا عن الخبر. ناهيك بقى عن حالات العمى والعاهات المستديمة اللي بيرجعوا بيها على كراسي متحركة مدى الحياة، والفيديوهات بتاعة السهم الاحمر اللي بتروح للشعوب العربية والاسلامية كل كام يوم وتطفئ نار الصدور، فما فيش حد خلاص هينتظر منهم بيان ولا اعلان بعد ما الناس كلها خلاص شافت ونشرت. نضيف عليهم تفاعل الشعوب العربية والاسلامية اللي خلى شعوب العالم
لم تضغط على حكامها وتسحب الدعم من المجرمين دول واللي لسه منهم برضو بيقاوح ومكمل، خسر سمعته واسمه وتاريخه ومكمل بس عشان صباعه لسه تحت درس الصهاينة. واصراركم انتم على تأديب المعتدي خلى شركة زارا سحبت الاعلان المسيء بعد الخسارة الكبيرة، وشركة بوما انهت رعايتها لمنتخب الصهاينة، وستاربوكس مبروك عليهم لبسوا 11 مليار دولار، فلا مقاومة الاحتلال طلعت خيال ولا جدوى المقاومة كانت على البال. وزير الدفاع الصهيوني بيقول لك بكل صراحة: اعلم اننا بعون الولايات المتحدة سوف ننجح في مشروعنا هذا. ورجالة القطاع بيقولوا لهم: ونحن بعون الله لكم بالمرصاد. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين. وبس كده يا مؤمن، وسلام عليكم. مسكنون عسكرنا وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبون عسكر التبس كليتا مسخرون ومسخرون عسكرين مسكنون عسكرنا وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبون عسكر التبس كليتا مسخرون ومسخرون.